قشطة حسن عوف. ايه السونة؟ يلا يا سفلة. نوش. ايه هندسة؟ مش هتشرح لي الانشائي؟ الانشائي هنا شرح نفسه. معقولة؟ يا اخي الواحد اما برضه يغيب عن الجامعة بنفوت شوية لحظات. لحظات ايه يا حسن؟ فاكرين فين؟ مع سوزي اهو. والله العظيم ما نمتش طول الليل عشان اخلص الرسومات اللي انت طلبتيها. وانا كمان يا بيبي ما نمتش طول الليل. اصل السكن في بيت الطلبة بقى حاجة صعبة قوي يا كريم. تصور الملايات والمخدات ما اتغيرتش من سنة 60. ده انا نزلت عشان اشتري طقمين جداد لقيت اقل واحد فيهم ب 600 جنيه. يا خبر. دول حوالي 400 جنيه. خديهم وهتصرف لك في الباقي حالا. بس ده كتير قوي يا بيبي. مفيش حاجة كتير عليكي. حسن 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 حسن. ايه كيمو؟ هات 200 جنيه بسرعة. ليه؟ سوسي عايز اجيب ملايات. ليه؟ بتجهز ولا ايه؟ خد لا تبتدي بالوكر يا حلو. ايه يا عم؟ حسن هناك اهو. قعدنا هنا ليه؟ انت غبي يالا. انا هسحبه لكم كريم. دي أول مرة في تاريخ الجامعة يتقدم لنا عرض زي ده. العادي إنه بيتقدم للجامعات الخاصة مش لينا. أنا شايف إن دي فرصة هايلة. طبعًا، بس المفروض عرض زي ده يتقدم للدكاترة أو المعيدين. ده هيكون أحسن، لأن خبرتهم أكتر بكتير من طلبة المشاريع، خصوصًا المشروع ده مهم وبيخدم السياحة كمان. المشروع ده لما اتعرض علينا اتعرض للطلبة. ما ينفعش أقول لهم خلوه للدكاترة، والدكاترة هيكونوا مشرفين عليه. أنا شايف إن المشروع ده مكسب كبير أوي للكلية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا رياض. متأخر ليه؟ ينفع رئيس القسم يجي قبلك؟ يا دكتور أنا ما عنديش المحاضرة الأولى، يعني أنا كده جاي بدري عن معادي كمان. غلبتني يا باشمهندس. اقعد. بيتهيألي المهندس رياض أحسن واحد يختار لنا طلبة المشروع. طبعًا طبعًا، على رأي المثل، يا بخت من كان رئيس القسم والده. والله يا دكتور شايل عني مشاكل القسم كله. ما هو لازم يشيل هذا الشبل من ذاك الأسد. ايه البتاع الابيض ده؟ انت كان عندي غسيل ولا ايه؟ بطل خفه بقى، انت مش هتدخل محاضره النهارده كمان يا حسن؟ اه هو انت لسه عايشه اللحظه دي؟ بص يا ستي، التعبير الحقيقي لكليه هندسه هو طريق طويل بعيد عنك. مقبول ده؟ لا ذاكري بقى. الحق يا حسن كريم بيتضرب. يا حسن يا لهوي. حسن يا حسن. حسن حسن مسكته يا حسن. التقرير اللي عندي بيقول ان انتوا عملتوا مصيبه بقياده الاستاذ طبعا، ولولا تدخل الباشمهندس رياض كانت حصلت كارثه. عفوا يا فندم ما تقولش كده، دول مش مجرد طلبه عندي، دول زي اخواتي بالظبط، وان شاء الله ربنا ما يجيبش كوارث. واللي فيكوا جاي من الارياف ما يفتكرش انه لو عيط لي هسمع له. لا، كلمه معلش مش عندي، اصل ظروفي مش عندي، ومن هنا ورايح انا هراقبكم كويس قوي. اتفضلوا يا اساتذه. انت عندك رفض اسبوعين. العميد كلمنا بطريقه بايخه قوي. فعلا. هو فين حسن؟ ما نزلش اهو. ايه يا حسن قال لك ايه؟ رفض اسبوعين. ايه؟ اشمعنى انت يعني؟ مش غريبة دي؟ وانت هتفضل ساكت؟ انا خايف عليه قوي. والله وانا رياض. انا اسمي المهندس رياض. ما علينا، رغم انك عارف كويس قوي اللقب ده مين فينا يستحقه. ما تجيب من الاخر كده وأثر، قول اللي انت عايز ايه. مالكش دعوة بما غلبان. والله يا طنط زي ما بقول لحضرتك كده، واد حسن ده واد صايع وفاشل وبتاع مشاكل. ما بحبوش. اوكي. تخيلي حضرتك، تخيلي انه كان دفعتي وكانوا بيقولوا عليه كلام وهم كتير قوي. بيقولوا انه كان لماح وذكي وعبقري. وادي النتيجه. انا اهو بقيت دلوقتي معيد وعلى وش ماجستير، وهو لسه طالب وعلى وش رفد كمان. بصراحه الواد حسن ده واد بيئه قوي، ما ينفعش مهما اتكلمه اساسا. حسن مش بيئه، وانت اكتر واحد عارف انه يستاهل يبقى معيد قبل منك. ما تخلينيش اقول انت بقيت معيد ازاي. بعدين انا نفسي افهم انت حاطط حسن في دماغك ليه. ايه اللي بتقوليه يا مها؟ الراجل نجح بمجهوده. اصلا يا طنط مش عارف انا عملت ايه عشان خاطرها. لولا ان انت دخلت في المشكله دي ووصلت الصوره الحقيقيه للعميد كان زمانها خدت رفد هي كمان. تترفدي يا مها؟ اخس عليكي بعد كل التعب اللي انا تعبته علشانك.
انت نسيتي انا ضحيت بايه من يوم ابوكي الله يرحمه ما مات؟ انا حرمت نفسي من كل متع الدنيا. نادي الجزيره اللي كنت بروحه كل يوم بطلت اروحه خالص. المساج بقى مرتين في الشهر بس، وبعد ده كله تترفدي؟ انا خلاص اعصابي مش قادره، مش قادره يا مها. اهدي يا طنط، اهدي، مش كده. لا مش قادره اهدى، شايف البنت دي دماغها عايزه كسرها، وبعدين دي هتموتني. ما تقلقيش، مها في حمايتي، وطول ما انا موجود في الكليه ما حدش هيقرب لها ابدا. نيل، انا طبعا هعدي لك الكلام اللي انت قلتيه ده عشان انت مش عارفه مصلحتك فين. بعد عليا بكره في الكليه عشان تاخدي ورق الماده بتاعتي. انا ولا هعدي بكره ولا بعده، واحتمال كمان اغيب اسبوعين. يلا يا رامي. عجبك عمايل بنتك؟ لا طبعا ما يعجبنيش. ايه يا مها اللي انت عملتيه ده؟ كسفتيني قدام الناس، مش عامله اي اعتبار للكبار، وكل ده بسبب الصايع بتاعك. يا مامي حسن مش صايع، وبعدين ابن اختي كل مبوظ صورته عشان حسن احسن منه. ولما هو احسن منه كان سقط ليه؟ اسالي انكل خليل، هو اكتر واحد يعرف حسن سقط ازاي وازاي ابنه جاب امتيازه وبقى معيد. مها عيب قوي التلميحات دي، مفيش حد ابدا بيتكلم على ابن خالته بالطريقه دي. مش معقول كده، الولد ده عمل في دماغك ايه؟ اسمعي، هي كلمه واحده، علاقتك لازم تتقطع بالولد ده حالا، مفهوم؟ اخوك بقى لما الدنيا تضيق بيه خالص يجي على هنا. انا اسف يا حسن، انا السبب في اللي حصل، يا ريتك ما كنت دخلت في الموضوع. انا مش عارف تتاسف على ايه، بيك من غيرك كانت هتحصل خناقه. ولا ما تعرفوش بقى ان رياض هو اللي وزز الواد اوتاكا وانت واخدها على صدرك؟ يا عم طولها زي عرضها بقى، تاخد رفض اسبوعين وتقول لي طولها زي عرضها؟ يا حسن انت بالنسبه لي حاجه تانية. اتقل اتقل. اه يا ام، والله العظيم انت اللي وحشاني يا ام. انا كويس، انا باكل كويس وانام كويس واشتغل كويس. انا يوم الدنيا مديني كل اللي انا عايزه، تصدق بالله انت مكلماني في الوقت اللي هو. يا زمن، من اول يوم جيت في مصر وانا كنت متاكد اني هكون احسن مهندس في الدنيا. وفي يوم وانا بذاكر مع كريم في البلكونه شفت كمها قلبت حالي. ساعتها بس قررت ان بيت كريم اللي هو قريبي من بعيد هو بيتي، مش منقول منه مهما حصل، وام كريم هي ماما وهستحملها مهما عملت فيا. ولما كنت بحاول انساكي مع اي بنت من اللي بذاكر لهم ما كنتش بعرف. من ساعه ما شفتك يا مها ما بقتش عارفه اشوف اي بنت غيرك. جريت على كريم وقلت له مش قادر استحمل، وكالعاده قال لي ما تقلقش انسى، مها بتاعتك خلاص. بصراحة لولا الواد كريم ما كنتش عارف اوصل لحاجة. ان جيت الحق هو اللي ساعدني، تعبت امي يا شيخة، كنت بذاكر مواد سنة تانية كلها وانا في تالتة، كل ده بحجة ان اقعد معاك وذاكر لك. الواد رياض كان مش هتقدر تغمض عينيك.